أما هلا وصلنا لفقرتنا الأخيرة معك زينب، لوين بدنا نروح هلا؟ في شي حلو عندك؟ في شي حلو وروائح حلوة سالي، أعمال يدوية وعالم الصابونة رح نحكي فيها من مختلف الأشكال والألوان مع الكيميائية أريج علي، حرفية بمجال صناعة. كيفك يا أريج؟ أهلا وسهلا فيكم، يسعد لي صباحك. صباح الخيرات. يسعد لي صباحك. جايبتنا اليوم كتير من الأشياء الجديدة تمام. بصناعة الصابون، رح نحكي عنها المواد تبعها وفائدتها أيضا. أكيد. هلا أنا شيخ كار في حرفة صناعة صابون وصناعة المواد التجميلية، فأكيد شيخ كار لازم يعمل الصابون متميز. الصابون اللي أنا بعمله كتير قلائل بالجمهورية العربية السورية أو حتى بالعالم اللي بيعملوه، لأنه ما إنه كتير مجدي اقتصادياً وما إنه كتير مربح، بس فوائده كتير كبيرة. حلو. بينعمل على الطريقة الباردة من زيت الزيتون، وكمان بينعمل من زيت الخروع، زيت جوز الهند، زيت الغار، بنضيف له إضافات كتير عشبية وطبيعية. نعم. مثلا عندك هي الصابونة، طبعا كل صابون على وجه الكرة الأرضية بينصنع من 3 مكونات، مكون هو القطرونة باللغة العامية أو بمئات الصوديوم، بالإضافة للمي المقطرة، بالإضافة للزيوت. تمام. فأنا المي المقطرة اللي بضيفها مثلا يا أما جيل الأوليفيرا يا اما ميه الورد الجوري، ميه البابونج. هاي معموله من جل الاوليفيرا وفيها كمان عصير الافوكادو مع الخيار. حلو. ممتازه للبشره. تمام، ممتازه للبشره. خالي على بالك؟ اكيد. كله خالي، كله خالي من العطور، لانه الصابون على الطريقه البارده ما بينحط له عطور. هاي الصابونه ممتازه ويمكن افيد، يمكن طبعاً. يعني اذا ما بينحط له عطور طبعا اي شيء، العطر بيصبغ الوجه، فانه ما تنغري الصبيه انه تشم ريحه الصابونه تفكر انه اذا هي معطره لازم تشتريها. دائما تلجا تبتعد عن الاشياء اللي فيها فراغرنس، مواد عطريه كيميائيه، لانه هي بتكون افيد لبشرتها وبتكون طبيعيه. مثلا هدول الصوابين كلهم امنين يتحمم فيهم حتى طفل صغير هلا بعده خلقان، لانه ما فيه ابدا مواد كيميائيه. عندك بنتفنن دائما بانواع الصوابين بالاشكال. اكيد بالاشكال. ليش بالاشكال؟ لانه هذا الزمن زمن الصوره. صحيح. فنحن بنقدر نعمله كله قوالب ونقطعه، وهيك يمكن عملي اكثر، بس الصبايا كثير بتحب انه تشتري شيء هيك قلب او شيء هيك مثل قطعه المعمول او هيك مثل الدياموند، فانه الصبايا بتحب هاي الاشكال، فنحن بنمشي مع الشيء الدارج وبنفس الوقت مع الاصاله والعراقه اللي هي تراثنا. فالصوابين اللي هون مثلا معموله، هي فرضا فيها التراب الحلبيه، هي فيها الفحم الطبي النشط اللي بيساعده كثير على تنظيف الجسم وجلده الراس، هي صابونه غار طبعا. تنظف جلدة الرأس من الشوائب، ممتازة لعلاج القشرة، ممتازة لعلاج الحبوب بالجسم. عندك هاي الصابون بإذن الله رح أدخل فيها بمعرض الباسل. لفتت لي نظري زينب، من عندك مبينة عليك أكتر، مبينة وحذري شو فيها حفر. ما بعرف شو، أشرح لنا عنه. أي تمام. هاي الصابونة طبعا هاي القلوب بس موديل، بس بس هي المكونات اللي فيها هي اللي ان شاء الله رح تكون بتعالج الاكزيما مع الصدفيه. هي لمرض الاكزيما والصدفيه. تمام. يعني شيء كثير مهم سالي وحساسيات الجسم. حلو. ان شاء الله باذن الله رح ينقبل الاستماره تبعي للدخول بمعرض الباسل للاختراع. أكيد. والابداع لحتى شارك فيها. جربتوها على حدا بيعاني من الاكزيما والصدفيه؟ أكيد. واستفاد. جربناها على عشرات المرضى وكلهم استفادوا. بتحتوي على كثير اعشاب ممتازه، وفيها كمان طين البحر الميت، فيها الجوز الأخضر، الجوز قشرة الجوز الخضراء اللي مشهورة فيها بلادنا، نحن بنطحنها مع الصابون وبنضيفها على الصابون. الجوزة مثل ما هي خضراء بنقطفها بنطحنها مع الزيوت وبنصبنها. هي ممتازة، غنية كتير باليود، بتعالج كتير مشاكل، بالإضافة لكتير إضافات عشبية رح تنذكر أكيد إن شاء الله ببراءة الاختراع. كمان أنا هاي كمان حبيت لونها. عندك هاي حلوة ملفتة. هاي الصابونة طبعا كله ملونات غذائية أو مايكات، يعني المايكا هو نوع ترابي، تراب بركاني بيعطي لون. نحن ما بنضيف أي ملونات صناعية. تمام. كل الملونات الصناعية بتكون بتحتوي على الرصاص. حلو. فهذا شيء ما منيح. هاي الملون، هاي المادة هي بالصابونة بالخزامة. قديش مشهورة الخزامة ببلادنا ومشهورة موجودة كتير ببلادنا. صحيح. الخزامة بتهدئ كمان تحسس البشرة، بتهدئ البشرة اللي فيها حبوب، ممتازة لتلطيف البشرة، لغسيل الميك اب. كمان فيها حليب الماعز، هاي
هاي مثلا عندك صابونه بحليب الماعز مع لبان الذكر، ممتازه لغسيل الميك اب ولتصفيه البشره وازاله التصبغات، تصغر المسام الواسعه. نعم. عندك هي الصابونه بطين البحر الميت المشهور كثير، كل يعني طين البحر الميت فيه 35 ماده عنصر غذائي لتغذيه البشره. تمام. فكتير بيكون إلى اضافات علاجيه وتلطيفيه للبشره. سؤال، هلا دائما بنحكي عن انواع من الصابون اللي انت مختارتيها لكل مشكله بالبشره. أوكي. سؤال، بتناسب كل انواع البشره كل الصوابين ولا لا؟ في هلا عندك بشرات لا انه لازم يكون يستخدموا انواع وانواع لا ممنوع يستخدموها. تمام. هلا البشره الحساسه حصرا بنختار لها الصابون طين البحر الميت. حلو. حصرا ايه هي بس اما اي نوع بشره ثانيه، عندك البشره اللي بتطلع فيها كثير حبوب شباب الدهنيه، ايه الدهنيه واللي بيطلع فيها كثير حبوب شباب خصوص بنضيف لهم الفحم الطبي النشط. حلو. هذا الاكتيفيتد شاركل ماده مستخدمه من الاف السنين. نعم. لما حتى بالمشافي عنا بيجي حدا متسمم بيعطوه فحم طبي نشط. صحيح. لحتى يسحب. صحيح. الـ يعني هاي الفحم كثير بيعمل ديتوكس. تماما. وبيشيل اي شوائب بالبشره وبنقي البشره. يعني أريج عم نشوف كل شيء شاغلتيه هو شيء طبيعي، زيت. تمام. زيتون، افوكا، الاوليفيرا الموجوده عنا، يعني بلادنا هي خيره بهالقصص. طبعا. يعني بلادنا هي خلينا نقول يلي عم تنتج المواد الخام لصناعه الصابون. أكيد. يعني قدين احنا كمان ممكن نستفيد من هدول القصص لانه ننتج هالشيء الطبيعي والجميل اللي دائما واسعاره مناسبه. يعني أريج نحكي عن هذا الموضوع. تاريخ الصابون يعني على وجه الكرة الأرضية ابتدى إذا بتكون من حلب ومن نابلس. صح. يعني من بلاد الشام، حتى من لبنان يمكن اسمها صيدا، ما بعرف شو اسمها. صيدا. فمعروف كتير الصابون اللي هو الشامي من بلاد الشام. نحن أول مين اخترع الصابون بهي الطريقة، على الطريقة الباردة. بعدين للأسف بلشت تدرج الأشياء التجارية اللي بيستخدموا لك فيها شيء اسمه معكرونة الصابون، شيء مانو يعني هو شيء كتير مربح بس مانو مفيد نهائيا. بضيفوا له مواد رغوية مثل الـ SLS صوديوم لورال سلفات، بضيفوا له البيتاين، بضيفوا له يعني أشياء مانا منيحة بس بسبب إنه تعمل رغوة، وبضيفوا له كميات هائلة من العطور. هذا الشيء للأسف كتير موجود، بس نحن لازم نعرف شو ننتقي الشيء الطبيعي اللي بعيد عن الروائح العطرية والمفيد عن جد للبشرة. وعن جد سر جمال أي صبية ببلش من الصابون. صحيح. صحيح. هلا هي كل الصبايا عندهم معاناة باختيار الصابون المناسب لبشرتهم. اليوم في صابون طبيعي. طبعاً. عم نشوف صار حرفة، يعني صار سالي كثير من السيدات عم يتعلموا حتى. طبعاً. صناعة الصابون من خلال يمكن طولة بال زينب عن شو دمر الحرفية يعني بالحاضنة المركزية. أكيد. للحرف التراثية عم نتعلم يعني شيوخ كار ومدربين عم نعلم صناعة الصبايا مين مهتم بتعليم حرف كلها مو بس الصابون. عندك حرف المزيك، حرف التكفيت، حرف الشعر والسشوار. حلو. كل هدول الحرف في يعني حتى المربيات والمعقود. هاي الحاضنة المدربين اللي فيها صدقا عم يفنوا نص وقتهم ويعني لتدريب ابناء الشهداء وعوائل الشهداء، وكمان لمين حابب انه يسجل بهي الحاضنه ليتعلم حرفه ويعيش حياه كريمه من هي الحرفه. اكيد. يعني أريج عم نشوف مثل ما قلنا دائما نماذج كثيره من الصابون الطبيعي السوري، خلينا نقول. أكيد. سالي انه هو صناعه سوريه 100% وبايدي حرفيين، يعني ما داخله مواد طبيعيه ولا روائح صناعيه. أكيد. واكيد متوفر عندكم، واكيد عم تشاركي ببازارات عم تعرضي فيها. وهلا رح نشارك ابتداء من 10 الشهر بمعرض حما ان شاء الله عن رستم باشا. رستم باشا كان بدي اقول اسعد باشا. رستم بيخان رستم باشا رح نكون متواجدين، الحاضنه كلها رح تكون موجوده. نعم. 10 ايام بهذا المعرض، بعدين بعد فتره صغيره رح نشارك بمعرض لوزاره الثقافه بكفر سوسه. كمان بعدين رح نكون عم نحضر حالنا لمعرض دمشق الدولي اللي هو الاغلى على قلب اي حرفي. ان شاء الله. ان شاء الله. ناطرينه كلنا هالسنه. اكيد كلياتنا يعني ناطرينه، لانه عن جد الشعور الرهبه اللي بتعيشه اي يعني اللي بيعيشه اي حدا بيشارك فيه، وخاصه أريج بعد الانتصار، يعني بعد الاستحقاق الرئاسي. أكيد. يعني بده يكون نكهته غير. طبعا. اكيد اكيد.
وكان عن جد 2019 أنا كانت انطلاقتي فيه ولهذا المعرض، فهو كتير غالي على قلبي وكتير إنه مبسوطة أنه رح نشارك فيه هلأ. نعم أريج، أنا بدي أتمنى لك يوم كتير حلو مثل شكرا. هالأشكال اللي جبت لنا إياها والألوان، وأكيد إن شاء الله منشوفك بأهم البازارات والمعارض لتشوفي قدي سوريا عم تقدم خيرات ومواهب وقدي عم نستفيد من أي شيء بظل الحصار الاقتصادي، قادرين كتير طبعاً. أشياء بأنفسنا وبإيدينا. أكيد شكرا لك يا أريج. أما أكيد مشاهدينا ده صباحنا لليوم، نتمنى لطلاب الشهادات البكالوريا اليوم يكون وإن شاء الله توفقوا بالامتحان، وأكيد لك يا سالي يعطيك العافية ونهارك العافية. شكرا لك زينب، يعطيك العافية، وأكيد كل الشكر لضيفتنا أريج اللي كانت معنا بآخر فقراتنا لليوم.